السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات. اذا بعد ما صحينا الجزء الاول اللي كان فيه التمرين الاول والتمرين الثاني والتمرين الثالث، اليوم ان شاء الله غادي نصحوا الجزء الثاني اللي كيتضمن تمرين رقم 4 والتمرين رقم 5. دائما من مادة العلوم لامتحان ديال دورة يوليوز 2012. او قبل ما نبداو كنتمنى اي واحد جديد يشترك في القناه ويفعل الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلوا الجديد، وما تنساوش ديروا لايك باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. اذا بالنسبه للتمرين الرابع قال لك يعتبر الكواشير كور من الامراض الناتجه عن سوء التغذيه ويصيب بعض الاطفال خصوصا الذين تقتصر تغذيتهم بعد الفطام على دقيق الحبوب وعلى دقيق جذور بعض النباتات. يعني كتمثل هذه الوثيقة أسفله نسخة من الدفتر الصحي لطفل مصاب بالكواشير كور اقتصرت تغذيته بعد فطامه على دقيق الحبوب فقط. يعني هادو هما المعطيات اللي عطاونا هنايا. نجيو عندنا الوثيقة وعندنا الأسئلة هنايا. عندنا قال لك في الاول اول سؤال قال لك حدد قيمه كتله هذا الطفل المصاب في كل من الشهر السابع والشهر الثاني عشر. يعني غادي نشوفوا الكتله ديال هذا الطفل المصاب في الشهر السابع ثم في الشهر الثاني عشر. يعني غنديروا الاسقاط بالنسبه للشهر السابع. يعني إذا درنا لها الإسقاط مباشرة هنا تعطينا تقريبا 6 كيلوغرام. يعني أن في الشهر السابع كانت الكتلة ديالو 6 كيلوغرام. يعني هذه هي الإجابة ديال الشهر السابع هي 6 كيلوغرام. ثم بالنسبة للشهر 12 يعني شحال كانت الكتلة ديالو، يعني كنجيو لهنايا كنديرو الإسقاط كتعطينا تقريبا 5 كيلوغرام. يعني هذا هو الإجابة ديال السؤال رقم 1. شهر 7 كانت الكتلة ديالو 6 كيلوغرام، ثم بالنسبة لشهر 12 كانت الكتلة ديالو 5 كيلوغرام، يعني أنه نقص كيلو ما بين شهر 7 حتى لشهر 12. ثانيا قال لك حدد الفترة العمرية التي يعتبر خلالها هذا الطفل مصابا بهذا المرض، يعني مصاب بالكواشير كور. إذا ما هي الفترة العمرية؟ يعني إلا جينا لهنايا كنشوفوا الكتلة ديالو، يعني هنا مجال الكتلة العادية، يعني هنايا كنجيو كنشوفوا الكتلة يعني كتمشى بشكل عادي حتى في النقصات، يعني هنايا منذ يعني هنايا فاش نزلات، يعني منذ شهر 8 فاش بدا، يعني الفترة العمرية التي يعتبر خلالها هذا الطفل مصابا. يعني الإجابة هي منذ الشهر الثامن، يعني هنايا في شهر 8 بدات الكتلة ديالو كتنزل، يعني من هنايا عنده يعني الكتلة كتزاد بشيء بواحد الوتيرة اللي هي عادية، ثم في شهر 8 بالضبط بدات الانخفاض. يعني هنا الإجابة هي منذ الشهر الثامن. ثم بالنسبة للسؤال رقم 3 قال لك اقترح تفسيرا لسبب إصابة هذا الطفل بمرض الكواشير كور. يعني نقترحوا واحد التفسير للسبب إصابة هذا الطفل. يعني السبب هو ضعف المناعة ديالو، والسبب وذلك بسبب هنايا إلا جينا نشوفوا يعني اللي كيسبب هذا المرض هو سوء عدم توازن في التغذيه ديالو، يعني عنده واحد السوء في التغذيه كيف ما جانا في المعطيات. اذا بالنسبه للتفسير قلنا بانه هو عنده المناعه ضعيفه، ثم وذلك بسبب عدم توازنه في التغذيه، يعني عنده واحد السوء التغذيه. يعني هذا هو التفسير ديال الاصابه ديالو. قال لك بينت بعض التحاليل أن نسبة البروتيدات
في حليب الأم أقل من نسبة البروتيدات في دقيق بعض الحبوب؟ قال لك السؤال 4، ماذا يمكن استخلاصه، ماذا يمكن استخلاصه من هذه المعطيات الإضافية فيما يخص إصابة هذا الطفل بالكروشيكوف؟ يعني أشنو يمكن لنا ملي زادونا هذا المعطى أو هذه المعطيات، أشنو يمكن لنا نستنتجو، أشنو يمكن لنا نستخلصو من 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 هاد من هاد المعطيات اللي زادوا لنا؟ ما يمكن استخلاصه هي أن كثرة البروتيدات الموجودة بدقيق بعض الحبوب مضرة بصحة الطفل، وذلك لعدم استفادة جسمه من الموجودة في الخضر والفواكه. يعني أنه هنايا اقتصر فقط على الحبوب، على الدقيق ديال بعض الحبوب. ثم هنا قال لك يقدم الجدول الآتي نسبة البروتيدات الواجب توفرها في كتلة غذائية متوازنة. يعني هنا عندنا المجال ديال الكتلة الغذائية المتوازنة، هنا قال لك نسبة جميع البروتيدات الحيوانية زائد النباتية، يعني من 12 حتى 15%. ثم نسبة البروتيدات الحيوانية ضمن مجموع البروتيدات هي من 40 حتى 45. قال لك هنا اعتمادا على هذه المعطيات استنتج سبب تعرض هذا الطفل لمرض الكروشيكوف. يعني هنا خصنا نستنتجو من هذه المعطيات السبب ديال تعرض هذا الطفل لهذا المرض. إذن إصابة هذا الطفل سببها هو النسبة المرتفعة من البروتيدات الموجودة بوجباته، مما يقلص من نسبة الفيتامينات. يعني أن النسبة ديال البروتيدات مرتفعة في الوجبات اللي كيتناولها هذا الطفل، يعني مما يقلص من نسبة الفيتامينات وغيرها من المكونات اللازمة لنموه. يعني كان هنايا كيقتصر فقط، يعني النسبة ديال البروتيدات اللي كيتناولها مرتفعة بزاف، يعني مما قلص من نسبة ديال الفيتامينات وباقي المواد الضرورية للنمو ديالو. يعني هذا هو التفسير او الاستنتاج اللي ممكن نستخلصوه من هاد الوثيقة الثانية، يعني باش نديرو الاستنتاج لسبب تعرض هذا الطفل لهذا المرض. اذا هكا كنكونوا سالينا التمرين رقم 4، دابا ندوزو للتمرين الخامس. بالنسبة للتمرين الخامس قالك تعتبر النارية فرشة ليلية من بين ليفاري الذرة في شهر يوليوز، تضع هذه الحشرة بيضها على أوراق الذرة فيعطي انفقاسه أسارية، تتغذى على الأوراق ثم على رحيق الكارية ثم الساق فالسنبلة، يتوقف نموها في فصل الخريف ويستأنف في فصل الربيع ليعطي حريات، وتصبح هذه الأخيرة فراشات قادرة على التزاوج خلال شهري يونيو ويوليوز. يعني هنا أعطونا بأن هاد النارية هاد الحشرة يعني كتضع البيض ديالها في شهر يوليوز، ثم على أوراق الذرة، ثم تتفقسو كيعطيونا أساريع، من أساريع كيعطيونا يعني حريات، ثم تصبح في الأخير فراشات. قال لك هنايا انجزوا دوره نمو حشره الناريه، يعني هنايا هذه الحشره هذه الدوره ديال النمو ديالها عندنا على الشكل التالي. يعني كتكون البيضه اللي كتضعها في شهر يوليوز، ثم كتفقس وكتعطينا اسريع، من اسريع كتعطينا في شهر يونيو حريات، ففصل الربيع كتعطينا حريات، ثم كتعطينا في الاخير فراشات. يعني هذه هي الدوره ديال النمو ديال حشره الناريه.
ثم بالنسبة للسؤال الثاني قال لك حدد مع التعليل هل يتعلق الأمر بنمو مباشر أم أو غير مباشر. نحاول نعطي واحد الفكرة على النمو المباشر والنمو غير المباشر. بالنسبة للنمو غير المباشر هو عندما تحصل أثناء التفقيس على صغير يختلف كثيرا عن البالغ ويخضع لعدة تحولات قبل بلوغه. يعني بالنسبة للنمو غير المباشر يعني ملي كيكون عندنا التفقيس او لا الولادة يعني هذاك الصغير ما كيكونش كيشبه البالغ. ثم عندنا النمو المباشر هو عندما نحصل أثناء التفقيس او الولادة على صغير يشبه البالغ. يعني النمو المباشر كيكون عندنا الصغير يعني كيشبه البالغ، ثم النمو غير المباشر يعني ان الصغير اثناء التفقيس يشبه البالغ. هذا هو النمو المباشر والنمو غير المباشر. ايضا معلومه اخرى، كل الحيوانات الولوده لها نمو مباشر بينما الحيوانات البيوضه يمكن لولدها ان يكون يعني مباشر او في بعض الاحيان غير مباشر. اذا هنايا بما انه اعطانا اسريع عاد تحول الحريات عاد تحول الفراشه، يعني ان الامر مباشره يتعلق بنمو غير مباشر، لان عند يعني ملي تفقست هذه البيضه هذا البيض ديال هذه الناريه يعني ما كيشبهش مباشره الفراشات. هذا هو الفرق ما بين نمو مباشر والنمو غير مباشر. اذا هنايا الجواب هو هذا، يعني نمو غير مباشر لان عند يعني تفقيس البيض يعني الصغير يعني ما كيشبهش البالغ. اذا طريقه يعني كيفاش غادي يكون الجواب، الامر يتعلق بنمو غير مباشر لان تفقيس البيض يؤدي الى ظهور اسريع. يعني هنايا ملي تفقس البيض يعني كيعطينا اسريع ما كيعطيناش مباشره شي فراشات اللي كيشبهوا الهادو اللي بالغين. ثم بالنسبة لمكافحة حشرة نارية يعتمد بعض المزارعين وسيلة رش مزارع الذرة بمبيدات الحشرات، بينما يعتمد آخرون وسيلة المكافحة بواسطة حشرة تريكوغرام التي تقضي على بيض فراشة النارية. فراشة النارية هنا شنو قال لك؟ يعني هنا عندنا جوج ديال الانواع ديال المزارعين، يعني مزارعين كيعتمدوا على مبيدات الحشرات ثم بعض الاخر يعتمدون على وسيله المكافحه بواسطه حشره تريكوغرام. هنا قال لك بماذا تنعت وسيله مكافحه كائن حي بواسطه كائن حي اخر. يعني شنو كنسميو هذيك المكافحه؟ المكافحه كنسميوها مكافحه حيويه او لا المكافحه البيولوجيه. اشنا هي المعنى ديالها؟ هي كنقتلوا حيوان يعني كائن حي بواسطه كائن حي اخر. يعني هنايا هاد الفراشه الناريه يعني كتضر يعني كتسبب ضرر للذره، وكنستعملوا واحد الكائن حي باش يقضي عليها. هذا هو ما يسمى بالمكافحه البيولوجيه ولا المكافحه الحيويه. ثم السؤال 4 قال لك بين الأهمية البيئية لمكافحة حشرة النارية بحشرة تريكوغرام مقارنة مع المعالجة بمبيدات الحشرات. يعني هنا غادي نحاولوا نديروا نبينوا الأهمية ديال مكافحة الحشرات حشرة النارية بحشرة تريكوغرام، ثم نديروا المقارنة مع المعالجة بمبيدات الحشرات. بحال الا نقولوا غنقارنوا هاد المزارع اللي كيدير مبيدات الحشرات مع اخرون اللي كيعتمدوا وسيله المكافحه البيولوجيه. اذا استخدمنا المبيدات بنسبه كبيره، يعني هادو اللي كيستعملوا المبيدات يعني ما غتستعملش واحد الكميه قليله، يعني راه كيستعملوا كميات كبيره، اصبح تهديدا على صحه الانسان. يعني ملي كيكون الافراط في استعمال هاد مبيدات الحشرات يعني راه كتبقى واحد النسبه فيها في ديك الدوره او لا في داك
فداك الشيء اللي غادي نجنيو من هاد داك الشيء اللي غادي نجنيو من هاد المحصول. يعني اشنو كيوقع ملي كيكون كيبقى فيها واحد النسبه كبيره لما تتركه من اثار على صحه الانسان؟ يعني لان هذيك الذره اصلا تنتجات يعني باش يستهلكها الانسان، لما تتركه من تاثير ضاره فيما ينتج من محاصيل. وايضا هاد مبيدات الحشرات ايضا عندها تاثير ايضا على البيئه، يعني كتكون تلويث ديال البيئه من خلال الافراط في الاستعمال ديال هاد المبيدات الحشرات، يعني عندها ضرر على صحه الانسان ثم ضرر على المستوى البيئي ايضا. عكس يعني دابا الى جينا نديرو المقارنه، عكس المكافحه الحيويه او المكافحه البيولوجيه التي لا تسبب اي اضرار بيئيه. يعني هنايا هاد المكافحه يعني ما عندهاش اضرار على البيئه، وفي نفس الشيء كنبقاو نحافظوا على الذره باش ما تخسرهاش او لا ما تضرش بها هاد الحشره الناريه. اذا هذا هي المقارنه او الاهميه من البيئيه او المقارنه ديالها مع مبيدات الحشرات. وهكذا كنكونوا وصلنا يعني للاخر ديال الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.